لكن هتشارك معنا هاتفيا الآن الزميلة الصحفية ونائب رئيس تحرير صحيفة المساء السيدة سامية زين العابدين، زوجة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائي رحمه الله. أستاذة سامية، مساء الخير وأهلا بحضرتك. أهلا، مساء الخير، إزيك يا أستاذ محمد؟ ومساء الخير يا أستاذ سعيد. أهلا، مساء الخير يا أستاذ سعيد. أستاذة سامية، حضرتك شايفة الحدث ده إزاي؟ مشاركة النادي الأهلي في هذا الحدث المصري الدولي، تنظيم واستضافة هذا الحدث وهذا اللقاء مع أتلتيكو مدريد، والبعد الخاص بمشاركة المؤسسات الكبيرة في مصر زي النادي الأهلي في قضايا الوطن، وهو طبعا ما يترجم من خلال دعم ضحايا وذوي الشهداء بكل ما يتعلق بالعوائد المالية وإيرادات هذا اللقاء. طبعا هو شيء جميل ان النادي الاهلي يفكر في دعم اسر الشهداء، لان احنا يمكن الناحيه الماديه مش هقدر اقول لك مهمه، ولكن احنا اسر الشهداء محتاجين حد يطبطب علينا، محتاجين حد انه يقول لنا كلمة ويشعرنا باننا فعلا الدولة، مش الدولة كحكومة فاكرانا، لا، انا يهمني المجتمع المصري كله، ان هذا المجتمع فاكر التضحيات ولا ينسى ابدا ما قدم من تضحيات. بالضبط، هو ده اللي يهمني اكتر. ويهمني ان انا من خلال هذه المباراة ان احنا نوصل رسالة للعالم. يمكن في منتدى الشباب انا وجهت سؤال لمسؤولة الامم المتحدة، وقلت لها يا ترى الامم المتحدة هتقف مع بلدي في مكافحة الارهاب والمرأة الساكلة واللي فقدت الزوج والابن والاب. فانا يهمني واحنا في هذه المباراة وان بنستضيف قنوات في العالم، ياريت تبقى في دعوات لتلفزيونات العالم لنقل هذا الحدث، وان يعني اتمنى طبعا ان انا هكون من ضمن المدعوين في هذه الاحتفالية، واتمنى ان تتاح لي الفرصة ان اوجه رسالة للعالم كله من خلال هذه المباراة، ان احنا بنقول للعالم بلدنا بتحارب الارهاب. واذا كنت انا وغيري من الامهات والزوجات والبنات والابناء وكل اسر الشهداء فقدنا اغلى ما عندنا، قدمناه بحب وتقبلنا ارادة ربنا عشان بلدنا تنهض وتقف على رجليها وبلدنا تتبني من جديد وترجع مصر زي ما كانت وأحسن، وتبقى مصر فعلا قد الدنيا وأم الدنيا. أنا أتمنى أن من الكابتن الخطيب أنه يحقق لي هذه الرغبة، وخاصة أن أنا بوجهها هنا من قناة الأهلي، فأتمنى يعني ان شاء الله تكون في استجابه لهذا المطلب، وبالتاكيد انا على يقين ان شاء الله انها تكون في استجابه فوريه من مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب لمطلب حضرتك.